صباح، تعالوا نروح لأول تقرير وانطلاق فعاليات الدورة العاشرة السنوية لمهرجان السماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية تحت رعاية وزارة الثقافة. وهنشوف دلوقتي هذا التقرير، وعلى فكرة ضم فرق من 20 دولة عربية وأوروبية. تحت رعاية وزارة الثقافة أقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء الدورة العاشرة للفعاليات السنوية لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، والذي قام بتأسيسه الفنان انتصار عبد الفتاح. أنا سعيد بأن يعني أصبح لسماع مكانة دولية، وأن فعلا في دول كتير بتتسابق لأنها يعني تشارك في هذا المهرجان. أنا بعتبره هذا المهرجان مهم جدا، ليس بالنسبة لمصر اللي هي بتحتضن كل هذه العلاوة، لكن مهرجان للتأكيد على جوهر الأديان، التسامح والمحبة والسلام اللي احنا فعلا العالم كله محتاجين ان احنا نؤكد على هذه المعاني. النهارده مؤتمر خاص بالاعلان عن انطلاق الفعاليه العاشره من مهرجان سماع لانشاد الموسيقى. وزارة الثقافة بكل قطاعاتها مشاركة في هذا المهرجان، وحريصة كل الحرص على نجاح هذا المهرجان طبعا لكي يخرج الاسم يلد باسم ومكانة مصر. مجلس أعلى الثقافة مشارك، صندوق التنمية الثقافية مشارك، الهيئة العامة لقصور الثقافة مشاركة، بالإضافة للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة. العمل ده يعتبر بقى دوري لان دي الدورة العاشرة، فأصبح العمل بقى يعني نقول ديناميكي واضح بين وزارة الثقافة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ووزارة الخارجية وسفارتنا بالخارج، وأيضا ممكن أن تتدخل السفارات الأجنبية في مصر. فإذا هي كلها منظومة بتقوم عليها العمل لتكون عبر القنوات الدبلوماسية، ويكون الفرق معروفة أمنيا، معروفة وضعها إيه، وتكون من عادة بتبقى من أحسن وأحدث الفرق اللي موجودة في البلد نفسها، يعني بتبقى فرقة من الفرق المعروفة جدا والمشهورة هناك. عندنا الأردن، عندنا تاتارستان دي أول مرة بتشارك في سماع، عندنا الكونغو أول مرة بتشارك في سماع، في نيجيريا فرقتين، ده على سبيل المثال، أنا مش فاكرة كل الدول، في أندونيسيا، في الصين، في الهند، في باكستان، ده يعني اللي أنا قادرة أحصره، في اليونان، في جورجيا، دي ثقافات، وفي فلسطين ضيف الشرف السنة دي، وفي أماكن عروض مختلفة، 6 أماكن في وقت واحد كل يوم بيكون فيها عروض المهرجان. هي دعم أساسي للسياحة، يعني بطريق مباشر مش بطريق غير مباشر، لأنك أنت جبتي حوالي عدد كبير من الفرق، الفرق دي لما ترجع بلادها بيتكلموا عنك كمصر، فهو بيعتبر يعني زي وكالة أنباء متنقلة متحركة كبشر، هو بقى اللي بيتكلم. هو أنا بس أتمنى إن احنا نستفيد من كل الناس اللي موجودين دول، ممكن نعمل لهم مجموعة من البرامج السياحية يشوفوا فيها البلد. فرق دولية تشارك في المهرجان لأكثر من 20 دولة عربية وأوروبية وأسيوية وإفريقية، تنشد لقلب الإنسان وتبعث رسالة سلام إلى العالم من أرض مصر، ونشر المعرفة والتسامح والتواصل مع الآخر من خلال موسيقى روحية تجمع مختلف الثقافات والأديان. جاكلين ماهر، صباح دريم.